السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم جيتكم بواحد الأكلة سهلة وشهية وسريعة كتعجب الكبار والصغار، غزالة وسهلة وما فيهاش شي حر. عندنا هنا كما سبق لي وجدت بطاطا كنسلق وكدير لها شوية الملح، شوية البزار، شوية ديال الثومة والربيع، واللي بغى يزيد فروماج يحكو معاها يزيد، اللي ما بغاش ماشي مشكل. عندنا هنا لا شابلوغ والدقيق والبيض والفروماج الموتزاريلا. هاد البطاطات كنشدوهم كنعمروهم بالفروماج تاع الموتزاريلا بحال هكا، كنشدوهم بعدا كنديروا ليهم كويرات بحال هكا حتى كيجيونا كويرات بحال هكا، وكان نبسطوهم هكا شويه بيدينا باش ما يجيوناش كيلصقوا. غادي نديروا شويه ديال الماء هما من بعد ما سالينا كاع لي كروكيت ديالنا ديال الطاطا، ها هما وجدوا دابا. ولكن واحد اشاره، خصنا ندخلوهم الكونجيلاتور على الاقل واحد نص ساعه باش يتماسكوا وما يتحلوش لينا، ما يخرجش لناش الفرماج على برا، عاد باش من بعد ندوزو نكملوا لي طاب الاخرى. كتلاحظوا بعد ما خرجنا لي كروكيت ديالنا من الثلاجه كونجيلاتور، ها هما كيكونوا جمدوا، كل ما كانوا جمدوا اكثر كيكون حسن. احنا دابا غادي نديرهم، اول حاجه غادي نديرهم في الدقيق مزيان، عاد غادي نعاودهم في البيض، وغادي نعاودهم في لاشابلي، غنعاودو تاني من الاحسن نعاودهم في الدقيق باش هكا ما يتحلوش، عاد نعاودهم في البيض مره اخرى، نعاودهم في لاشابلي. انتما كما كتشوفوا وكنستمروا على نفس الطريقه، كنديروا في الدقيق، كنعاودوا في البيض، كنعاودوا لا شابلوغ. طيبناهم وسليناهم، درنا لهم لا شابلوغ والبيض والدقيق، كندخلوهم في الزيت سخون. السر ديال الكروكيت باش يجيو زوينين ومقرمشين هي انه تكون الزيت مغطياهم من الفوق ومن التحت. فهما دابا كنخليو الكروكيت ديالنا تيطيبو وكيشدو من هكا كيوليو ذهبيين صافي، وكنحيدوهم. الكروكيت ديالنا بعد ما قليناهم ها هما وجدوا، كيجيو بهذه الطريقه والفرماج هكا فونديو فيهم، كيجيو رائعين وبالصحه والراحه. واللي عجبته لا فيديو يدير جيم ويخلي لي كومونتير ديالو، راه تحت الرابط لتحت. والصحه والراحه الى وصفه مقبله ان شاء الله.